شاركت وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي وحرصها على دعم ذوي الهمم وتوفير وتيسير الخدمات لهم. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. لا تمر مناسبة خاصة بذوي الهمم إلا وتحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم لاحتفالات انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي. من هنا كانت مشاركة الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء في تقليد سنوي تحرص الوزارة على إحيائه دعما لهم وتأكيدا على مساندتهم. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلو أكون بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها وداد. طبعا اللقاء ده مش أول لقاء بتعمله معانا وزارة الداخلية، ولكن هي بتقدم الدعم المستمر لذوي الإعاقة. طبعا ده جاي من اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مبسوطة جدا إن أنا النهاردة في نادي الشرطة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لينا الدائم واهتمامه بينا. مبسوطة قوي قوي صراحة، وأحب إن أنا أشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إن هو دايما مش بينسانا وفاكرنا، وان هو دايما بيهتم بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه. احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دايما فاكرنا ومش ناسينا. شكرا جزيلا لي، وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر. شاركت كافه قطاعات الوزاره ومديريات الامن في هذه الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات الى مدارس المكفوفين على مستوى الجمهوريه وتوزيع هدايا على طلابها، واثنوا على مبادره الوزاره للاحتفال بهم ومعهم بهذا اليوم. وحظ الحلو أكون بينكم وليا وجود، أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها وداد. نشكر وزارة الداخلية جدا، ونشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا، إن هو على طول بيفاكرنا وبيبعت لنا هدايا. ظباط جم واحتفلوا معانا بيوم العصا البيضاء وجابولنا هدايا، بجد فرحانه جدا. احب اقول لسياده الرئيس شكرا لحضرتك، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. احنا بنشكر سيادة الرئيس إن هو فيه اهتمام خاص بذوي الهمم، وبيبقى فيه مبادرات وفعاليات كتير بتحصل من الرئاسة يعني، فطبعا بنشكرهم، نشكر ضباط وزارة الداخلية على مشاركتنا دايما في الفعاليات بتاعتنا. كنا مبسوطين جدا باليوم دوت، وبشكر سيادة الرئيس لأن هو دايما اللي بيبعتهم لنا وبيدعمنا دايما وما بينسناش. حب أشكر شكر خاص لسيادة الرئيس على اهتمامه بينا، وإن هو دايما بيحب ان هو يقدم لنا حاجات تساعدنا وتدعمنا. شكرا يا رئيس ان انت يعني كل سنه بتفتكرنا وبتجيب لنا هدايا، وانا بحبك فعلا. وفي اطار هذه الاحتفالات استقبل قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه وفدا من المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه وجمعيات المكفوفين المصريه والمركز النموذجي للمكفوفين، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع العصا البيضاء عليهم، وسط اشاده منهم بما تبذله وزاره الداخليه من جهود للتيسير عليهم ودعمهم، بخاصة في تقديم الخدمات لهم. دليل خدمات وزارة الداخلية ده، طبعا هذا الدليل يعتبر فخر لذوي الإعاقة البصرية. معمول ده طبعا لتحت إيدي، معمول للبرايل للمكفوفين، هو دليل أو خارطة الطريق بيعرفني لو أحب أطلع وثيقة أو جواز سفر أو بطاقة
إيه الخطوات المتبعة والأماكن اللي بتقدم الخدمة؟ كان جزء كبير جداً من المعاناة بالنسبة للمكفوفين في استخراج الأوراق الثبوتية، وفي الحقيقة هم يعني كوزارة الداخلية الحمد لله قدمت لنا الدعم بشكل كبير، نحن نقدر نستخرج الأوراق دي بكل سهولة ويسر. دائماً ما كانت وزارة الداخلية سباقة نحو دعم ذوي الهمم، إيماناً منها بقدراتهم وأهمية دعمهم ومساندتهم. اهتمام وزارة الداخلية بالاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء هو تأكيد على البعد الإنساني في الاستراتيجيات الأمنية، والتي تسعى من خلالها وزارة الداخلية للاحتفاء مع ذوي الهمم بكافة المناسبات الخاصة بهم، وأيضا الاهتمام بالتيسير والتسهيل عليهم في كافة المواقع الشرطية عند تقديم الخدمات لهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.